السلام عليكم، مرحبا بي عندكم. معكم صوفيا النعوم، ممثل مدينة أكادير في برنامج ستاند أب والفائز باللقب ديال 2018. صوفيا النعوم شخص آخر اللي هو ما بعد ستاند أب، يعني تلاقيت ناس كيحبوني في الشارع، تلاقيت ناس كيشجعوني، تلاقيت يعني واحد حققنا واحد الشهرة اللي هي واخا هي ربما غتكون مرهونة بالوقت، ولكن في حد ذاتها هي غادي تحفزنا على أننا نشتغلوا ونتقدموا للقدام. صراحة ستاند أب هو واحد المدرسة اللي تعلمنا منها بزاف ديال الحوايج، رفقة لي كوتش ديالنا اللي كان عندهم وقع كبير باش أننا نبانوا في هذاك المستوى، وكنوجه لهم تحية من هذا المنبر لجواج لصويلح للأستاذ عجيل، وكذلك لجنة التحكيم اللي كانت كتضم يعني عناصر يعني من خيرة يعني الممثلين والموسيقيين ديال المغرب، لطيفة أحرار، محمد الخياري، وكذلك يونس ميكري. يعني هاد العوامل هذه كلها اجتمعت باش تفرز لنا واحد العصارة اللي هي عصارة غنية، وهي برايم جميل وجميل جدا، رائع، تابعوه المغاربة كلهم في المباشر وحقق رقم قياسي في عدد المشاهدات. بالنسبة للجائزة المالية هي ما كانش الهم الشاغل ديالي من الاول، اللقب ما غاديش نقولوا بان الفلوس ما كتهمش، لا بالعكس، اللي جات من عند الله المعروضه من الخير كيف كنقولوا، ولكن الاهم هو انه داك حب الجماهير اللي فزنا به. كل شيء تعود، الفلوس كتمشي، اللقب يمشي، ولكن حب الناس صعيب تلقاه، ولا فقدتيه صعيب ترجعه. احنا كنا اتفقنا في الدومي فينال الاخوان ديال ستاند اب باش اننا اللي فاز باللقب يحاول انه هو يعطي واحد النصيب للاخوان ديال النهائي وديال نصف النهائي. هذا كان اتفاق بالتراضي حيب بيناتنا احنا ككونديدا، ما كان عند لا لا بروديكسيون ولا التلفازه ولا اي واحد خارج هذا النطاق اي دخل. وانا الحمد لله كفائز، غادي نوفي بالوعد ديالي. بالنسبة للمشكل اللي عندي في الشغل ديالي، هو فعلا كاين مشكل، تعرضت للطرد التعسفي. انا ما تنبغيش نسمي هذه القضيه طرد، لانني ماشي غطردوني انا، ولد مدينه اكادير، ولد الحي ديالي، ولد المغرب ديالي، ما غيطردني حتى شي واحد. هو كنقولوا واحد الانفصال اللي هما ما بقاوش باغيني، حيت انا تغيبت على يوم الاثنين على العمل، وهذا الشيء راجع لانني كنت ملتزم مع الاخوان ديال القناه باش انني نصور بعض البورتريات ونصور مع الصحافه الى غير ذلك. وانا اتصلت برب الشغل ديالي وقلت ليه بانه راه غادي نتغيب وبانه ما نقدرش نلتحق، ولكن رغم ذلك هما داروا اللي في راسهم وكذا، ولكن انا تابعتهم قضائيا، مشيت لانسبكسيون دو ترافاي، جبت عون قضائي، تبعت المسطره القانونيه. واش غيكون طرادي ولا ما غيكونش، هادشي ربما الايام القادمه ولا الاسابيع القادمه ربما تبين واش النيت كان طرادي ولا ما كاينش. هو قبل ستاند اب انا وصلتني الاصداء بانه ربما غادي نتعرض للطرد والاقصاء من العمل ديالي. يعني من الزملاء ديال اللي معايا في الشغل قالوا لي هذه الهضره. الور انا هذاك الميساج هو كان رساله عكسيه، الا لاحظتوا الملامح ديالي كيفاش عبرت على الرساله، كانوا ربما ما كيتوازوش مع لو ميساج فيربال، وفي نفس الوقت هي رساله ليه باش نقول ليه بانه ما شجعتينيش من لو ديبي، حيت هذا المشكل راه قائم ملي بدا ستاند اب. انا كنت غنسحب في الربوع باش نقول ليه بانه راه الناس كيشجعوني وراه خاصك انت تشجعني، يعني ماشي عطيتو تهديد او لا عطيتو عبره، ولكن عطيتو غير نصيحه باش انه هو يتعاون معايا. ربما من بعد راه غتكون النتائج، وفعلا من بعد مني رفعت الشكايه ورفعت الدعوه، الصحافه تكلمات وكذا، يعني حس بانه ربما غادي يكون هادشي ماشي في صالحه، حاولوا يتصلوا بيا وكذا وكذا، مقترحات يعني هي واهينه، ماشي نقول لك شي حوايج ما نقدرش نصرح بهم لانهم ماشي في المستوى. وكيف قلت لكم من بعد ربما الايام القادمه ولا الاسابيع القادمه تقدر تبين شي حوايج. هو باش نهضروا على الكوميديا الجديده خصنا نهضروا على الكوميديا القديمه. هي ماشي كوميديا جديده، ولكن هو وجه اخر للكوميديا، وهذا الشيء راه ماشي بديت فيه غير انا ربما بديت بواحد ستيل للجمهور ربما ماشي نقول لك ما شافوش، ولكن ما كانش كيتوقعوا في برنامج ستاند اب وما كيتوقعوش في الساحه الفنيه المغربيه.
لقى واحد النجاح، وهذا الشيء يشرفني ويسعدني. علاش؟ هي وجه جديد للكوميديا، لان ماشي انا اللي بديته. كيف كتلاحظوا الساحه الفنيه دابا غنيه ببعض الفرق اللي كتشتغل على 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 دي كونسيبت، منهم ايموراجي بومبا كوميك فرق، وغادي تكريو فرق اخرى اللي غادي تمشي في نفس النسق ولكن بدي ستيل اللي هما ديفيرون. علاش كنقول بان مستقبل الكوميديا في المغرب ربما هو بخير، وغادي نشوفوا صيحه او صحوه عفوا للكوميديا ورد اعتبار الكوميديا اللي كانت من قبل عندها واحد المكانه كبيره كبيره في البلاد. واش تقدروا تشوفوني في كمقدم لبرنامج ستاند اب 2019 او في الباك ستيج؟ ما لحد الساعه ما عندي حتى شي معلومه، وحتى جو بونس باقي الحال على هذه القضيه، لانه لا بروغراماسيون عارفين كيفاش كتشتغل لا برود على على البرنامج. يلا غتوضع اللبنات الاولى، يلا غادي تحط يعني الخطه ديالها كيفاش، واش تحافظ على نفس النسق تبدل النسق. دونك لحد الساعه ما كاين حتى شي معلومه اللي هي يعني مؤكده. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.